أيها السادة، الأرشيف الوطني للصحف الكويتية ذاكرة الكويت يعد أحد أهم وأبرز إنجازات الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وهو أكبر أرشيف رقمي للصحف على مستوى الدولة ذات القيمة الثقافية والتاريخية والاجتماعية وكل ما يتعلق بالإصدارات الأولى للصحف لغاية وقتنا الحالي. المشروع يقدم خدماته لجميع الجهات الرسمية والخاصة والمواطنين والمقيمين، كما يتضمن إمكانية البحث في الجريدة الرسمية كويت اليوم. مشروع ذاكرة الكويت مشروع رائد يعد الأول من نوعه على مستوى الخليج والوطن العربي لتوثيق ما نشر في الصحف اليومية منذ إصداراتها الأولى. مشروع استراتيجي هادف للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الذي انطلقت أولى مراحله عام 2007 إلى أن تمكن من صياغة قاعدة معلومات وطنية تحت مظلة ذاكرة الكويت. فكرة إنشاء الجهاز المركزي أو فكرة التطوير الصراحة النظام من بداية عام 2007 ابتدى من تحويل الصحف الكويتية القديمة كلها من أول إصدار من 5 الصحف الكويتية الأولى من أول إصدارات لها إلى وقتنا الحالي. طبعا تم التحويل ديجيتال رقمي، وبعدها تمت المراحل الثانية بعمل قاعدة بيانات لهذا النظام، وتوالت المراحل لحد ما وصلنا إلى أن الحين تم عرضه على الشبكة العنكبوتية والمتاح لجميع الأفراد أن يستخدمون النظام بكل حرية وكل سلاسة. 9 مليون مقال وموضوع تغطي إصدارات الصحف تم تكشيفها وفهرستها، التي تغطي 13 عاما من إصدارات الصحف 5، إضافة إلى دمج قاعدة معلومات المصادر التشريعية بنظام ذاكرة الكويت. النظام سيسهل على القارئ الوصول إلى المعلومة بسلاسة وبأسرع وقت ممكن. يستطيع طالب المعلومة الوصول إلى المعلومة المطلوبة يعني من خلال البحث في جوجل، من خلال بحث ذاكرة الكويت، أو من خلال اليو ار ال الإلكتروني news.k.gov.kw، ويمكن البحث من خلال الجرائد الكويتية. وأيضا في نظام مصادر تشريعية هو يحتوي على كل التشريعات الصادرة في جريدة كويت اليوم منذ صدور عددها الأول في تاريخ 11 ديسمبر عام 1954 الوقت الحالي. يعكف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات إلى تكشيف وتحليل 20 عاما من الصحف منذ إصداراتها الأولى لتوفير أكبر قدر ممكن من المعلومات والأخبار وتوثيقها عبر المنصة الرقمية. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.